طلاب الغاليين، طلبة أولى ثانوي، مرحب بيكم كده معانا في مادة الـ Integrated Science. دي المحاضرة الثالثة بتاعتك اللي هو بيتكلم فيها عن الأكسجين والكربون دايوكسيد في الأكواتيك إيكو سيستم. محاضرة النهارده هي محاضرة تحدي كده ما بين الأكسجين وما بين الكربون دايوكسيد. إحنا المحاضرة دي شرحناها بالتفصيل الممل في السنتر، بس ده فيديو سريع كده يفكرك بيه. طيب اول حاجه بتقول لك ان الرايفرز اند سيز، البحار والانهار، محتاجه كميه كفايه قوي من الاكسجين والكربون دايوكسيد. ليه؟ قال لك تو كيب اكواتيك لايف. ما هو اي حاجه، اي كائن حي عايش على وجه الارض ده محتاج للاكسجين وللكربون دايوكسيد، فالنبات محتاجه، بيعمل عمليه الفوتوسينسز. هناخدها بالتفصيل. الفيش، السمك، برضو محتاج للأكسجين والكربون دايوكسيد. البكتيريا والألجيا، كل الكائنات اللي عايشة في البحر بتبقى محتاج كمية مناسبة من الأكسجين والكربون دايوكسيد. قالك السورس اوف أكسجين ان الووتر، المصادر بتاعت الأكسجين جوه المية. قالك أهم سورس للأكسجين جوه المية، أو بس في معلومة كده بيقولك إيه، بيقولك إن الأكسجين is slightly soluble in the water. الأكسجين ما بيدوبش بكمية كبيرة في المية، هو slightly soluble يعني ذوبانه قليل جوه المية. يعني أنا لو عندي أكسجين اللي بيدوب منهم جوه المية كميته إيه؟ كميته قليلة. بس أهم سورس للأكسجين جوه المية هو الأتموسفيريك إير، يعني الهواء اللي فوق المية، الهواء اللي فوق المية بيدي للمية الأكسجين، ده أهم سورس للأكسجين. قالك مش كده وبس، قالك عندي كائنات زي الفيتوبلانكتون اسمها العوالق البحرية كده، وعندي زي الألجيا طحالب والأكواتيك بلانتس. قالك الكائنات ديت produce oxygen in water in the process of photosynthesis، في عملية الفوتوسينسز بياخدوا الكربون دايوكسيد وبيطلعوا أكسجين. فالسورس بتاع الاكسجين جوه الميه حاجتين، المين سورس بتاعي هو الاتموسفيريك اير، تاني سورس عندي عمليه الفوتوسينسز اللي الكائنات دي بتعملها. الفوتوسينسز ده بيطلع اكسجين. طيب هندخل تحدي ما بين الاكسجين والكربون دايوكسيد. لو ده الهواء، قال لك ان تركيز الاكسجين في الاتموسفيريك اير هو 500 times higher than الكربون دايوكسيد، يعني تركيز الاكسجين في الهواء اعلى من تركيز الكربون دايوكسيد 500 مره. يعني انا لو لقيت في الهواء اكسجين 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 اكسجين، بص بقى، كربون دايوكسيد كربون دايوكسيد، اكسجين اكسجين اكسجين، انا عايز، يلا انا هحط لك شويه صور هنا جميله، الصور دي خليها في نافوخك هتساعدك قوي مكان الحفظ. يعني انت بص على الصوره دي، ده الهواء، مين اللي تركيزه اعلى، الاكسجين ولا الكربون دايوكسيد؟ لا الاكسجين. طب الاكسجين في الهواء تركيزه اعلى من الكربون دايوكسيد بكم مره؟ قال لك ب 500 تايمز، تركيزه اعلى من الكربون دايوكسيد ب 500 مره. طيب لو جينا اتكلمنا على الاكسجين جاز از اباوت 50 تايمز ليس سوليبل ان الووتر، يعني لو انا عندي الكربون دايوكسيد ولو انا عندي الاكسجين، قال لك ان ذوبان الاكسجين جوه الميه اقل من ذوبان الكربون دايوكسيد ب 50 تايمز، او الكربون دايوكسيد ذوبانه جوه الميه 50 مره اعلى من ذوبان الاكسجين. ففي معلومه كده عايز اقولها لك، ان دايما تركيز الكربون دايوكسيد جوه الميه بيبقى اعلى من تركيز الاكسجين. جيف ريزون ليه؟ اصل ذوبان الكربون دايوكسيد جوه الميه اعلى من ذوبان الاكسجين ب 50 مره. تاني الفرق هنا، هنا في الهواء، هنا في الهواء تركيز الاكسجين اعلى من تركيز الكربون دايوكسيد ب 500 تايمز، لكن السوليبيليتي، السوليبيليتي بتاعتهم هما الاثنين، ذوبانهم هما الاثنين في الميه، الكربون دايوكسيد ذوبانه اعلى من ذوبان الاكسجين ب 50 تايمز. طيب لو هقارن نسبه الاكسجين والكربون دايوكسيد في السولتي ووتر وفي الفريش ووتر، يعني ميه المحيط وميه النهر، قال لك ايه؟ قال لك الكربون دايوكسيد والاكسجين، قال لك the solubility of the two gases in the salty ocean water is about
من 12 to 30% lower than their solubility in fresh water. يعني تركيز الأكسجين والكربون دايوكسيد جوه الفريش ووتر أعلى أكبر من تركيزهم جوه السولتي ووتر بقد إيه؟ من 20 to 30%. يعني ذوبان الأكسجين والكربون دايوكسيد جوه الفريش ووتر أعلى من تركيزهم جوه السولتي ووتر من 20 to 30%. طيب Alex, the solubility of the two gases decrease at higher temperature. يعني at higher temperature. يعني أنا عندي مثلاً هنا المية ساعة cold water. هنا temperature زادت. قال لك هما الاثنين ذوبانهم بيقل كل ما temperature ما بتزيد. يعني بص هنا في cold water الكربون دايوكسيد والأكسجين solubility بتاعتهم عالية. هما الاثنين السولوبيليتي بتاعتهم قلت قوي لما التمبريتشر زادت. بس قال لك as the temperature increase the percentage of CO2 dissolved in the water فين dissolved in the water decrease. قال لك but at a greater rate than the percentage of the oxygen in water. ركز معايا في الحتة دي، هعملها لك كده بطريقة بلدي تفهمها. انا هنا عندي في الكولد ووتر عندي كم كربون دايوكسيد مثلا؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7. السبعه دول لما التمبريتشر زادت دب منهم 2 او كمل منهم 2. طب الاكسجين 3 بقت 1. خلي بالك هما الاثنين ذوبانهم قل، بس مين اللي ذوبانه قل قوي؟ اللي ذوبانه قل قوي الكربون دايوكسيد، بس ستيل تركيزه جوه المية اكتر من تركيز الاكسجين. شرحتها بحكايه جميل. قال لك لما التمبريتشر بتزيد ذوبان الكربون دايوكسيد بيقل، لكن بتفضل نسبه الكربون دايوكسيد في المية اعلى من نسبه الاكسجين. شرحتها لك بحكايه كده لذيذه. قلت لك تخيل ان الكربون دايوكسيد والاكسجين ده 2، عملت لهم امتحان، الواد ده ذاكر الواد ده ما ذاكرش، الواد اللي ذاكر جاب 100%، طب الواد اللي ما ذاكرش جاب 40%، او ده جاب 100 من 100 ده جاب 40 من 100. جيت في نص السنه عملت لهم امتحان تاني، فالولا الشاطر اللي هو كان اسمه كربون دايوكسيد ما ذاكرش هو كمان، فجاب كام؟ جاب في الامتحان ده 50. طب الولا ده جاب كام؟ جاب 30. عارف درجه الواد ده قلت قد ايه؟ درجه الواد ده قلت بنسبه 50%. درجة الواد ده قلت بنسبة 50%. طب الواد ده هو كمان درجته قلت، بس قلت بنسبة 10%. ده قل 50%، ده قل 10%، بس ما زلنا ستيل درجة الواد ده أكبر من درجة الواد ده. نفس الفكرة. لما التمبريتشر بتزيد هما الاتنين دوبانهم بيقل، بس مين اللي دوبانه بيقل قوي؟ الكربون دايوكسيد. رغم ان ذوبانه بيقل قوي، بس ستيل برضه تركيزه في الميه اعلى من تركيز الاكسجين. طيب وده الجراف ما بين السولوبيليتي بتاعت الاكسجين والكربون دايوكسيد والتمبريتشر. كل ما التمبريتشر ما بتزيد، هما الاثنين السولوبيليتي بتاعتهم بتقل. بص انا نازل، ايدي نازله. السولوبيليتي بتاعتهم بتقل، بس مين اللي السولوبيليتي بتاعته بتقل قوي؟ اللي السولوبيليتي بتاعته بتقل قوي الكربون دايوكسيد، اعلى من الاكسجين. فتلاقي السولوبيليتي بتاعت الكربون دايوكسيد بقت اقل من السولوبيليتي بتاعت الاكسجين. الجراف ده السولوبيليتي مش كميه، يعني الجراف ده مش كميه كربون دايوكسيد وكميه اكسجين، لا، الجراف ده السولوبيليتي ذوبان. ذوبان الكربون دايوكسيد بيقل قوي عن ذوبان الاكسجين. هما الاثنين لما التمبريتشر بتزيد، بص هما الاثنين الجراف نازل. يعني لما التمبريتشر بتزيد هما الاثنين ذوبانهم بيقل، بس مين اللي ذوبانه بيقل قوي؟ الكربون دايوكسيد ذوبانه بيقل عن ذوبان الاكسجين. طيب ده كده كنا في السنتر بنروح على الطلبه فقشطه. ماشي. بيقول لك ذا افكت اوف انكريز، بقى ده كان شويه كلام رغي كده اقوله لك بسرعه. قال لك ذا افكت اوف انكريز ذا برزنتيج اوف ديسولفد اوكسجين، يعني ايه اللي هيحصل لما الاكسجين جوه الميه يزيد؟ تخيل لما الاكسجين يزيد، قال لك اول حاجه انهانسمنت عمليه الريسبيريشن، عمليه التنفس تزيد. يد لو واحد عنده ضيق تنفس بيعملوا جلسات اكسجين، فتخيل لو الاكسجين زياده في الميه النبات يتنعنش، عارف اللي هو كده ايه؟ ايوه كده دلعني. فانت لما بتزود الاكسجين جوه الميه كده انت بتدلع الكائنات اللي جوه الميه، بتزود او بتظبط عمليه الريسبيريشن. ايه تاني؟
قال لك امبروف عمليه الميتابوليزم. عمليه الميتابوليزم دي هي العمليه اللي النبات او الكائنات بتحول فيها الكيميكالز اللي جواها الانرجي. يعني انا باخد المواد الكيميكالز اللي جوايا بحولها لطاقه. العمليه دي محتاجه الاكسجين. العمليه دي محتاجه الاكسجين، فانا لما بزود الاكسجين بظبط وبحسن عمليه الميتابوليزم. ايه تاني يا وحش؟ اقول لك، قال لك انكريز الاكتيفيتي، الدلع الدرع. لما السمك احط له اكسجين كتير الاكتيفيتي بتاعت السمك تزيد، السمك يعوم، ولما السمك يعوم انا اصطاد، ولما انا اصطاد الريبرودكشن يزيد. فاهم؟ فانت لما بتزود الاكسجين انت بتزود عمليه الاكتيفيتي. قال لك رابع حاجه بتعمل بالانس في الاكواتيك ايكو سيستم. قال لك a healthy level of dissolved oxygen in the water is critical in maintaining stable aquatic ecosystem. يعني بتخلي النظام البيئي المائي يبقى stable، مستقر ومنتظم. فانا لما بزود الاكسجين بيحصل لي اربع حاجات: improve او enhancement respiration، improve عملية الميتابوليزم، بزود الاكتيفيتي، بعمل ايه كمان؟ بعمل او بظبط maintaining balance، بظبط الاستقرار بتاع الاكواتيك ايكو سيستم. قال لك الكربون دايوكسيد، قال لك ايه هي السورس بتاع الكربون دايوكسيد في المايه؟ قال لك اهم سورس للكربون دايوكسيد جوه المايه هو الاتموسفير، الهواء. الهواء اللي فوق المايه، الهواء ده اهم سورس للكربون دايوكسيد. ايه تاني؟ قال لك برضه السورس للكربون دايوكسيد جوه المايه هو الكربون دايوكسيد. قال لك ايه ايه السورس اوف كربون دايوكسيد ان ذا اكواتيك اورجانيزم، المارينز اورجانيزم بروديوس كربون دايوكسيد جاز that dissolved in the surrounding water من عملية الميتابوليزم produced to their metabolism. ما احنا اتفقنا في عملية الميتابوليزم باخد أكسجين وخرج كربون دايوكسيد. فتاني سورس، تاني سورس للكربون دايوكسيد هو dissolved oxygen أو الكربون دايوكسيد اللي بيطلع من الأسماك. قال لك source of carbon dioxide in the aquatic environment، قال لك الهيومن اكتيفيتيز such that industrial pollution، تلوثات البني ادمين. حاجه تاني بقى، لما تبقى معاك اي حاجه مخلفات عضويه ترميها في الميه، يعني ترمي ميه في الاكل، واحد عنده حيوان مات رماه في الميه، الحاجات دي بتتحلل. فلما الحاجات دي بتتحلل بتزود نسبه الكربون دايوكسيد جوه الميه. قال لك the effect of increased carbon dioxide in the water on aquatic organisms، شويه كلام كده لذيذ. قال لك لما نسبة الكربون دايوكسيد بتزيد بيعمل حاجة اسمها acidification. ركز معايا في الحتة دي. أنا عندي المية H2O لما بتتفاعل مع CO2، لما نسبة الكربون دايوكسيد بتزيد في المية بيتفاعلوا مع بعض وبيطلع لي حاجة اسمها carbonic acid. بتطلع لي carbonic acid، ده acid اسمه carbonic acid. تاني الكربون دايوكسيد بيتفاعل مع الميه وبيطلع لي كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده بيخلي البي اتش بتاعه الميه تقل. احنا اتفقنا في اول محاضره ان البي اتش بتبقى نيوترال 7، اقل من 7 اسيد، اعلى من 7 بيز، بس ده اسيد فبيقلل لي البي اتش. فقال لك بيعمل لي حاجه اسمها اسيديفيكيشن، يعني بيخلي الميه حمضيه. بيقول لك وين السي او 2 ليفل ار هاي ان ذا اتموسفير، اللي بيحصل قال لك بتتفاعل مع الميه، بتتفاعل مع الميه لما بتزيد مع الميه بتزود لي الكربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده بيقلل البي اتش، فزياده الكربون دايوكسيد جوه الميه بتقلل البي اتش. زياده الكربون دايوكسيد جوه الميه بتقلل البي اتش. زياده الكربون دايوكسيد جوه الميه بتقلل البي اتش. ليه؟ علشان الكربونيك اسيد، فبتعمل لي حاجه اسمها اسيديفيكيشن، بتخلي لي الميه حمضيه. طبعا لما الميه تبقى حمضيه بيأثر في حاجات كتير قوي جوه الميه. تمام؟ طيب تاني حاجه قال لك ويك ريسبيريشن. تخيل يلا لو انا قعدتك في اوضه ورميت عليك دخان مش هتقدر تاخد نفسك، هي نفس الفكره. فانا لما بزود الكربون دايوكسيد هيقلل الريسبيريشن. الحته الجايه دي مهمه. قال لك ريديوس الكالسيفيكيشن. ايه بقى الكالسيفيكيشن دي؟ فاكر يلا وانت صغير كان يجي يقول لك ايه؟ اشرب لبن كتير، اصل اللبن فيه كالسيوم، الكالسيوم بيبني العظم. نفس الفكره على فكره، نفس الكالسيوم اللي بيبني عظمك هو نفس الكالسيوم اللي هو في الكورلز، في الشعب المرجانيه، في
موليسكلز في البلانكتون. الموليسكلز والبلانكتونز دي السمك اللي بيبقى زي القشريات كده، عارف يلا زي قشر الجمبري والحاجات ديت والكابوريا، عارف الشيلد اللي بيبقى عليها الصدفه دي اللي عليها دي، الحاجات دي كلها بتتكون عن طريق الكالسيوم. طيب لما الكربون دايوكسيد بيزيد قال لك بيقلل عمليه الكالسيفيكيشن، ريديوس الكالسيفيكيشن، او بيعمل حاجه اسمها دي كالسيفيكيشن. ليه؟ قال لك ديبن دون الكائنات دي بتعتمد على الكالسيوم كربونات، بتعتمد على الكالسيوم كربونات، الحته دي بتيجي في الاسئله كتير، بيعتمد على الكالسيوم كربونات علشان تكون التشيلز او السكيلتون بتاعها. قال لك لما الكربون دايوكسيد بيزيد بيحول الكالسيوم كربونات which dissolves in the water، فين؟ بيحولوا الكالسيوم بايكربونات which dissolves in the water. تاني الكائنات دي بتبقى محتاجة كالسيوم كاربونيت، ده بيبقى less soluble in water. طب لما الكربون دايوكسيد بيزيد الكربون دايوكسيد بيحول الكالسيوم كاربونيت لكالسيوم باي كاربونيت. الكالسيوم كاربونيت ده بيبقى soluble في الووتر، ذوبانه عالي في المية. هو الكائنات اللي في البحر محتاجه كالسيوم كربونات اللي هي لسه سوليبل، مش محتاجه كالسيوم باي كربونات اللي هو بيبقى سوليبل. تاني لما الكربون دايوكسيد بيزيد بيقلل الكالسيفيكيشن، بيقلل الكالسيفيكيشن او بيعمل دي كالسيفيكيشن. ايه يا مستر الكالسيفيكيشن دي؟ الكالسيفيكيشن دي يعني الكائنات اللي في البحر محتاجه كالسيوم، بس محتاجه انهي كالسيوم؟ السمك اللي في البحر محتاج الكالسيوم كربونات، السمك اللي في البحر محتاج الكالسيوم كربونات اللي هو بيبقى less soluble في الووتر، اللي هو بيبقى less soluble في الووتر. طب لما نسبة الكربون دايوكسيد بتزيد بيحول الكالسيوم كربونات لكالسيوم باي كربونات. الكالسيوم باي كربونات ده احنا مش محتاجين لان هو بيبقى soluble جوه المية. طيب قال لك the effect of carbon dioxide efficiency in the water، يعني لو الكربون دايوكسيد ده قل في الميه، على فكره زياده الكربون دايوكسيد مش حلوه ونقص الكربون دايوكسيد مش حلو، يعني الكربون دايوكسيد محتاج ابقى محافظ على نسبته جوه الميه لا يزيد ولا يقل، لو زاد خطر، طب لو قل برضه خطر. قال لك لو الكربون دايوكسيد قل، قال لك الاكواتيك بلانيت والالجا نيد كربون دايوكسيد فور الفوتوسينثيز. قال لك decrease the availability of carbon dioxide in water may limit the availability of producing energy، يعني بالبلدي كده النباتات محتاجه الكربون دايوكسيد عشان عمليه الفوتوسينثيز، طب لو الكربون دايوكسيد قل عمليه الفوتوسينثيز دي هتقل، فالنبات ما يبقاش مبسوط، بص زعلان متضايق. قال لك affecting the overall productivity of the ecosystem، يعني كميه الكربون دايوكسيد لو قلت عمليه الفوتوسينثيز تقل، ده طبعا حاجه مش محببه. قال لك افكت اون ذا فود تشينز، لو النبات الجميل اللي جوه الميه ده ما لقاش كربون دايوكسيد هيموت، السمكه الصغنونه اللي كلت النبات مش هتلاقي نبات تاكله هتموت، السمكه الاكبر مش هتلاقي السمكه الصغيره اللي كانت النبات فماتت، القرش الكبير اللي كل السمكه الكبيره اللي ما لقاش السمكه الصغيره اللي ما لقاش النبات مات، فانا هعمل افكت كده هأثر في الفود تشين، هأثر في سلسلة الأكل، سلسلة الأكل اللي جوه المية هتتأثر، السمكة الكبيرة مش هتلاقي السمكة الصغيرة اللي كلت السمكة الأصغر اللي كلت النبات اللي ما لقاش الكربون دايوكسيد فمات، فالسمكة الصغيرة اللي جيت تاكله ما لقيتهوش، السمكة الأكبر ما لقيتش السمكة الصغيرة اللي كلت النبات، فأنا كده بأثر في الفود تشين. آخر حاجة بيقول لك هعمل disruption في الـ pH balance. disruption في الـ pH balance يعني هنبوظ نسبة الـ pH الطبيعية جوه المية، ما احنا اتفقنا ان الـ pH لو الكربون دايوكسيد زاد بيحولها لي لـ acidification، طب لو قلت برضه هيبوظ لي نسبة الـ pH. قال لك low concentration of carbon dioxide may lead to increase the pH of in the water، يعني لو الكربون دايوكسيد زاد الـ pH بتقل، طب لو الكربون دايوكسيد قل نسبة الـ pH هتزيد. في الفيديوهات ديت انت هتلاقي ريفيجن على 5 دروس، اول درسين بصراحه ما عملتش ليهم فيديوهات لان انا شرحتهم في السنتر بالتفصيل ومعظم الطلبه شافتهم، فانا خدت الصعب كده وشرحته، اتمنى ان الريفيجن دي
تعجبكم، واستنوني بقى في بقية الفيديوهات الجاية. أشوفكم على خير إن شاء الله.